السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سؤال على الفيسبوك يقول: حكم استعمال فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان في رمضان، في نهار رمضان. سيدي الكريم، فرشاة الأسنان هذه تدخل في السواك، لأننا حينما نتكلم عن السواك لا نقصد به فقط عود الأراك، هذا غلط، وهذا يعني من المغالطات يعني الشائعة الآن، أن السواك مباشرة ينصرف الدهن إلى عود الأراك. السواك كل ما دلك الأسنان وكل ما نظف الأسنان فإنه يسمى مسواكا، سواء كان عود أراك، سواء كان غصن زيتون، سواء كان عذق نخلة، سواء كان فرشاة أسنان، سواء كان الإصبع، سواء كان خرقة إلى غير ذلك، فكل ما ينظف الأسنان فإنه مسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في سواكه على عود الأراك، بل ثبت أنه استاك صلى الله عليه وسلم بعود الأراك، وثبت أنه استاك بغيره، فاستاك بغصن زيتون، وثبت أنه استاك بعذق نخلة. فلذلك قصر السواك على عود الأراك هذه مغالطة، فكل ما نظف الأسنان فإنه يسمى سواك. إذن ففرشاة الأسنان هذه تسمى سواك، معجون الأسنان يسمى سواك، وهذا السواك مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. فلذلك السواك لا يعتبر مفطرا من المفطرات، بل يجوز للصائم أن يستاك، يجوز للصائم أن يستعمل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان في نهار رمضان، على أن لا يبتلع ذلك الريق، لا يبلعه، بل إنه يرفضه وينظف فمه، وبهذه الطريقة يكون قد استاك وصيامه صحيح، والله تعالى أعلم أحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.